تطوير وتعزيز ريادة الأعمال مبكرا لدى الأفراد المميزين يعد هدفا تعمل على تحقيقه ورعايته مؤسسات الدولة المختلفة. ويأتي مشروع التاجر الصغير ليعلم الأطفال أهمية الادخار ووضع الميزانيات. والفعالية عندنا هنا قاعد نخلق جيل جديد من الشباب أو من الأطفال الصغار كذي، نعلمهم شنو معنى التجارة وشنو معنى البزنس وممكن شلون تتعامل مع الزبون، أفكارك شلون تحطها في بطريقة تجارية تقدر تسوقها. فكل هالمفاهيم اللي راح تعلمونها الآن بالفعالية هذه مهمة عندنا. هذا البرنامج طبعا يهدف إلى تنمية مهارات ريادة الأعمال والبزنس والتسويق عند الأطفال اللي هو من عمر 6 إلى 14. هدفنا نبي نثقف هذه الشريحة ونعلمهم أن هم ممكن يبتدون مشاريع صغيرة، ممكن يكونون رياديين وقياديين. خطوة صغيرة إلى نجاح كبير ومستقبل آمن، تهدف إلى تعزيز مبدأ الوعي والذكاء المالي للأطفال لإيجاد جيل واع قادر على التخطيط لمستقبل اقتصادي آمن. كان أبيع بوز عشان إذا صرت كبيرة بكون تاجرة. أنا أصير تاجرة ويصير عندي محل اكسسوارز وأشغال يدوية. وحياكم بمعرضنا. اليوم فاتح محل ألعاب نبيع السبنرات والسلايم. هدف أن أول شيء نستانس نستمتع بوقتنا ونتعلم شلون نصير تجار. برنامج التاجر الصغير يرمي إلى خلق جيل واعي ومتفهم لمعنى الاقتصاد.